السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة أخبار خفيفة بشرى للشعب السعودي من الديوان الملكي. معونة مالية أو علاجية أو إسقاط قرض لجميع المواطنين، إليكم التفاصيل. متابعين لأول مرة، رجاء الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الاشتراك، ولا تنسونا بدعمكم بلايك حتى ننقل لكم كل ما هو جديد إليكم. مساعدة الديوان الملكي السعودي، حيث تقدم مؤسسة الديوان الملكي إعانة مالية للمواطنين المحتاجين والفقراء وأصحاب الدخل المحدود، حيث أعلن الديوان الملكي من قبل عن عدة مساعدات مختلفة تتوفر للمواطنين المستحقين، مثل إعانة مالية لدعم المواطنين لتلبي احتياجاتهم الخاصة، ومساعدة علاجية للمواطنين أصحاب الأمراض المزمنة الغير متكفلين عن متكلين على شراء علاجهم، حيث تكون مؤسسة الديوان الملكي هي أهم المؤسسات القريبة للمواطنين التي من خلالها يتم توفير كافة احتياج المواطن، وقد تم إنشاؤها من قبل من أجل استقبال طلبات المواطنين بالمملكة العربية السعودية، حيث تم توفير العديد من الخدمات التي تساهم في المعيشة، مثل توفير قطعة من الأرض مجانية من الديوان الملكي، ثم توفيرها من قبل تحت أمر من الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وأدام عزه للمملكة. ومن خلال هذا الفيديو سوف نوضح أفضل معروض طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي. مساعدة الديوان الملكي السعودي، يهدف الديوان الملكي من خدمة توفير للمواطنين بالمملكة العربية السعودية هو توفير كافة احتياج المواطنين المستحقين غير مقتدرين على تلبي احتياجاتهم. فمن ضمن الخدمات التي تقدم من المؤسسة أنه يمكن طلب الحصول على إعفاء من سداد باقي الأقساط، والتي قد أوضحنا هذه الخدمة من قبل. إعفاء ببنك الراجح للمواطنين تحت أمر من الديوان الملكي. الأشخاص المستحقين للحصول على مساعدة من الديوان الملكي، تتوفر مساعدات للمواطنين أصحاب الدخل المحدود. يستحق المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة تقديم الحصول على الدعم. يمنح الديوان الملكي إعفاء من سداد المديونية للبنك للعملاء الغير مقتدرين على سداد الأقساط نظرا لدخلهم الضعيف. يمنح الديوان الملكي للمواطنين الموظفين أو أيضا المتقاعدين عند تعطيل صرف الراتب الشهري خطاب طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي. يستطيع المواطن التقديم على طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي بالكثير من الخطوات. يمكن التقديم من خلال الموقع الرسمي التابع للمؤسسة، أو التقديم من خلال إرسال معروض طلب مساعدة من خلال البريد الإلكتروني كما سوف نوضح لكم. أولا نكتب تحية طيبة، وبعد أتقدم إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بطلب حصولي على مساعدة. عليك ذكر المساعدة التي تحتاج إليها، وكل أمل في سيادتكم أن تلبي طلبي، وأرجو منكم النظر إلى سوء حالاتي التي أمر بها بعين الرحمة. ثم عليك ذكر سبب طلب المساعدة التي تحتاج إليها وإرفاق الأوراق التي تثبت سوء الحالة التي تمر بها، الاسم والعنوان ورقم الهاتف. متابعينا لو أعجبكم الفيديو رجاء الاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.